أعزائي طلبة وطالبات دبلوم مدارس الثانوية الزراعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إدارة المشروعات الزراعية الصغيرة حلقتنا النهاردة هنستكمل فيها دراسة الجدوى والنهاردة هنتكلم عن دراسة الجدوى التفصيلية دراسة الجدوى التفصيلية عبارة عن مجموعة من المراحل أو الجوانب أول مرحلة اللي هي دراسة الجدوى التسويقية أو دراسة السوق الجانب الثاني أو المرحلة الثانية اللي هي دراسة الجدوى المالية الجانب الثالث اللي هي دراسة الجدوى الفنية آه تعالوا نبدأ بدراسة الجدوى التسويقية أو دراسة السوق ودي بتتكون مجموعة من العناصر أو الجوانب أول جانب اللي هو عنصر او جانب السوق المستهدف الجانب الثاني اللي هو المنتج او السلعه واحتياجات السوق منها الجانب الثالث اللي هو حصه المشروع من السوق الجانب الرابع اللي هو السعر او التسعير بتاع المنتج بتاعي الجانب الخامس اللي هي الممارسات التجاريه الجانب السادس الخطه التسويقيه تعالوا بقى نوضح او نشرح كل جانب او كل عنصر على حدة هنبتدي بالسوق المستهدف ولابد ان يراعى التركيز في جمع المعلومات من الاحصائيات والبيانات من السوق المستهدف لتصريف المنتج بتاع المشروع حيث إننا هناك أسواق منطقة وأسواق محلية وأسواق إقليمية وأسواق دولية وبالتالي عند تقدير حجم الطلب علي المنتج وبيان حصة المشروع من إجمالي الطلب في السوق المتاحة وتحديد الطاقة الإنتاجية المقترحة ويجب تحليل السوق للتنبؤ بحجم الطلب المتوقع. على المنتج او السلعه في فتره زمنيه مقبله نروح للجانب الثاني او العنصر الثاني اللي هو المنتج نفسه واحتياجات السوق منه وده يجب ان ان يعتمد على مجموعه من الحالات لو كان مثلا هستورد المنتج نفسه بيتم الحصول على معلومات عن طريق بيانات الاستيراد ومن خلالها بعرف مصادر المنتج وسعر الشراء بتاعه والكميات المستورده والعبوات بتاعته وسعر بيع المنتج وحجم الطلب عليه عن طريق السوق المستهدف ودراسه انتاج سلعه مماثله تتناسب مع ذوق المستهلك في السوق المحلي الحاله الثانيه لو كان السلعه منتجه محليا بيجب معرفه عدد المنتجين لهذه السلع والكميات اللي بينتجوها والمواصفات والاسعار والفجوه بين الطلب والعرض وازاي ازود الطلب في حاله ان الانتاج المصنع محليا ما بيكفيش طلب على هذه السلع في السوق الحاله الثالثه لو كان المنتج موجود عندي بالفعل وعايز اطوره فلابد من دراسة السوق وتطوير ازاي اطور المبيعات بتاع هذه السلعة من خلال التعرف على عدد المستهلكين او المشترين في مدة معينة والكميات المتوقع بيعها خلال هذه الفترة نروح للعنصر الثالث اللي هو حصة المشروع في السوق حصة المشروع من السوق بيتم دراستها من خلال تقدير الطلب او تقدير العرض طيب ازاي بقدر الطلب من خلال التعرف على المستهلكين واعمارهم وسلوكهم واحتياجاتهم ومعدل نمو هذه الفئات من المستهلكين خلال سنوات سابقة وبناء على ذلك بيتم تقدير حجم الطلب للسنوات القادمة طيب أقدر العرض ازاي من خلال التعرف علي الطاقات الإنتاجية للمشاريع القائمة فعليا بالإضافة الي الطاقات الإنتاجية للمشاريع اللي حصلت علي تراخيص والتوقع في إنتاجها خلال الفترة المقبلة. نروح للعنصر رقم أربعة وهو السعر أو التسعير، عملية السعر عملية مرتبطة بإعتبارات إقتصادية وتنافسية متعددة، وعدم دقة السعر أو تحديد السعر بصفة عامة بيؤدي إلى فقدان المشتري أو العميل أو إلحاق خسارة مادية للمشروع، وبيتم تحديد السعر من خلال دراسات متأنية. للعوامل اللي بتأثر على العرض والطلب ومستوى الجودة وأسعار السلع المنافسة وتحديد أو اختيار السعر الذي يحقق أعلى ربح، العنصر الخامس اللي هو الخطة التسويقية، طبعا التسويق عملية معقدة وبتحتوي علي أنشطة مختلفة زي البيع والشراء والدعاية وخدمة العملاء. ووظائف بتتم على المنتج نفسه الي جانب تحديد الأسعار ووضع خطط لتخفيض للتخفيضات ووضع استراتيجية للإنتاج والتوزيع ورسم صورة إيجابية للمنشأة في عقول العملاء والمستهلكين وتحقيق النجاح في السوق لابد من وجود خطة للتسويق بتحقق. اكبر ربح واكبر عائد وبتتم تقديم السلعة بشكل منافس من حيث السعر والجودة وللحصول على حصة مناسبة في السوق المخطط لها لابد من وجود خطة تسوقية بتشمل ايضا وظائف مختلفة زي التصنيع و الشؤون المالية والمشتريات نروح للممارسات التجارية والممارسات التجارية بنتعرف عليها من خلال عملية التوزيع وعملية الترويج عملية التوزيع بتوضح الممارسات التجارية اللي بيستخدمها المنفسون في عملية التوزيع وكيفيه اختيار المسالك او القنوات التسويقيه اللي بتوصل المنتج الى العميل في المكان والوقت المناسب سواء كان تجار جملة او تجزئة او وكلاء وايضا بيتم من خلال عملية التوزيع حساب تكلفة هذه العملية عملية الترويج ودي مهمة جدا بتوضح الإجراءات والسياسات الترويجية اللي ممكن تنفيذها والطرق المستخدمة بواسطة المنافسين لجذب الزبائن والتكاليف اللازمة لعملية الترويج زي البيع الشخصي والإعلانات والمطبوعات والإعلام في وسائل الإعلام راديو تلفزيون واللوحات الإعلانية واللفتات والدعاية والهدايا والمعارض نروح للجزء الثاني في حلقتنا وهو دراسه الجدوى الفنيه للمشروع و عمليه التقييم الفني للمشروع او بيعتبر التقييم الفني للمشروع من اهم اركان عمليه تقييم الجدوى الفنيه والاقتصاديه للمشروعات بصفه عامه وبيتم التقييم الفني للمشروع بعد تحديد نوع المشروع الذي يمكن تنفيذه وبيعتمد عمليه التقييم على حجم المشروع وتعتمد الدراسه الفنيه على دراسه السوق وتحديد الطاقه الانتاجيه واختيار البديل التكنولوجي المناسب وتعتمد جميع الجوانب الاخرى لدراسات الجدوى زي الجوانب الماليه والاقتصاديه والتنظيميه والاداريه على دراسه الجدوى الفنيه فبتعتبر هي نقطه البدايه لمعرفه وتقدير حجم التكاليف والارباح والعماله والاداره الدراسه الفنيه للمشروع بتتناول مجموعه من الجوانب الهامه من هذه الجوانب هنشوف مع بعض اول جانب وصف المنتج بتاعي او السلعه الجانب الثاني وصف العمليه الانتاجيه الجانب الثالث الموقع والمساحه بتاع المشروع الجانب الرابع المباني والتخطيط الداخلي للمشروع الجانب الخامس الالات والمعدات اللازمه للمشروع الجانب السادس المواد الخام اللي بيحتاجها المشروع الجانب السادس الاساس والاجهزه الكهربائيه اللي بيحتاجها المشروع الجانب الثامن الموارد البشريه اللازمه للمشروع تعالوا نمسك كل جانب ونوضحه بشكل مختصر اول حاجة الجانب الاول اللي هو وصف المنتج وده لازم احدد السمات الفنية للمنتج زي الحجم والوزن واللون وتحديد الخصائص الملموسة وغير الملموسة ومعرفة طريقة تغليف وخصائص المنتج الجانب الثاني اللي هو وصف العملية الانتاجية يجب مراعاة التقنيه الفنيه المستخدمه وتحديد تكلفتها تحديد المدخلات ومواصفاتها والمواد المساعده وكميتها مع وصف العمليه الانتاجيه ومراحل الانتاج المختلفه الجانب الثالث الموقع والمساحه يجب معرفه الموقع بتاع المنشاه ومزاياه وتحديد المساحه المطلوبه للمشروع معرفه تكلفه الموقع سواء كان ملك او ايجار وخصائص الموقع ومعرفة قربه من الاسواق والمصانع القريبة منه ومعرفة عوامل جذب العمال والطرق والمواصلات والمواد الخام والخدمات الجانب الرابع اللي هو المباني والتخطيط الداخلي يراعى ان يتم اذا كان بيتم شرائها أو بنائها أو كونها إيجار وتكلفة عناصرها زي مثلا قلنا برضو المباني والأبار والصهاريج وشبكة الصرف الصحي والخصائص اللازم توفرها في المباني والرسم التخطيطي للموقع تحديد المساحات المخصصة للممرات ومناطق التخزين ومواقع الآلات نروح للجانب الخامس واللي هو الآلات والمعدات ويجب مراعاة وصف تفصيلي للآلات من حيث عمل الآلة والحجم والسعة والسعر ومواصفاتها والموردين لها وموقعهم وسمعتهم والصيانة وقطع الغيار ومدى توفرها وتكلفة النقل والتركيب آه الجانب السادس المواد الخام المواد الخام يجب وصف هذه المواد وأنواعها وأسعارها ومعرفة الموردين لهذه المواد ومدى توفرها وشروط الاستيراد وتحديد الفترة الزمنية بين الطلب للموارد والحصول عليه وحساب تكلفتها الإجمالية الجانب السابع الأساس والأجهزة الكهربائية معرفة احتياجات المنشأة من أساس وتحديد نوعه وسعره بالإضافة إلى الأجهزة المكتبية زي آلة التصوير والطباعة وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الفاكس الجانب الثامن اللي هي الموارد البشرية يجب وضع هيكل تنظيمي للمنشأة واحتياجاتها من موظفين وعمال وتحديد المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة وضع الوصف الوظيفي والرواتب وعدد ساعات العمل كده بنختم حلقتنا النهارده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته